السلام عليكم ومرحبا بكم متابعين ديال القناه ديال الزمري ايسولوك، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. وكما وعدتكم اخوتي راني غبت عليكم واحد الفتره، سمحوا لي لحقاش هاد لاشين هذه جديده، وراكم عارفين راني نوجد بزاف تاع الفيديو باش نديرهم لكم. المهم نوجد لكم هذا الفيديو اذا كنت يعني بغيت البنات والاولاد اللي سولوني، يعني هذا موقع خاص يعني بالتعارف والزواج، ويكون الموقع يعني فيه ناس يعني جادين، يعني فتيات او شباب يعني بنات ولا اولاد. وانا لقيت لكم هذا السيت هذا اللي غادي نشرحه لكم اليوم، وهو سيت زوين بزاف، وكما راكم تشوفون كاين عدد من اللغات الفرنسيه والانجليزيه. وهذا هو الموقع، والموقع يعني بصراحه كبير بزاف هذا السيت، وهو يعني من افضل المواقع يعني اللي تعطي هذه الخدمه هذه. وبالنسبه للمواقع نتاع الواتساب اللي يعطيو النوامر تاع الواتساب عروض فتيات نتاع الواتساب، نجبت لكم يعني انا واحد لي سيت واحد الدون تاع لي سيت هما زوينين بزاف، ولكن هاد الارقام تاع الواتساب يعني كلها يعني اجانب، ولكن ممكن تلقى ارقام خاصه يعني فتيات خاصه عرب، يعني هكا يحطوا العروض تاع العروض ديالهم هنايا. نطلعوا شويه الفوق كما راكم تشوفوا هذه راه ليست، هنا هاد النوامر ديما كيتبدلوا ديما كيتبدلوا، هاد الناس كيحطوا نوامر وكلهم بنات، يعني كيحط لك انا لي ديتاي ديالها، السميه، الكنيه، المكان، المدينه، على اي لاج النمره ها هي تاع الواتساب. المهم هذا النمره هذه كيما قلت لكم هذا الموقع اول كيفاش تقدروا تلقاو النوامر تاع الواتساب. يعني كما قلت لكم اخوتي سمحوا لي قطعت الفيديو. المهم كما قلت لكم هذا هو السيت، الارقام كما راكم تشوفوا. بون نمشيو للسيت الثاني اللي هو هذا الموقع كذلك، وهو يعني موقع عملاق في هذا المجال كما راكم تشوفوا. هذه سميتها اميره كذا، هذا اليونايتد كينغدوم، ها النمره كما راكم تشوفوا. يعني بنات اجنبيات هذه في كندا، هو النمره ديال واتساب يعني اللي تتعرف ممكن انك تلاقي تهضر معها وتحكي معها والى اخره. كندا كندا اونيتد عرب امارات، يعني والعديد والعديد يعني من عروض يعني للتعارف والزواج والى اي غرض اخر، فقط انا انتم تطلبون مني وانا اشرح لكم. كما قلت لكم من جميع الدول الاوروبيه كما ترون هنا، مثلا اسبانيا، لو نزلنا قليلا سوف نجد البرازيل، وايضا يمكنك ان تجد هنا عروض فتيات يضعون ارقامهم الان. دعونا نذهب مباشره الى الموقع الموالي وهو هذا الذي سوف نشرحه، لكن عزيزي او عزيزتي المشاهده فارجو قبل قبل ان اقوم بشرح هذا الفيديو، قبل ان ابدا في الشرح عندي فيديوهات اخرى سوف اضعها وسوف يعني تفيدك جدا في حياتك اليوميه. فان كنت يعني من عشاق المواقع وتطبيقات التعارف والدردشة والى اخره، فانا انصحك بان تاتي الى قناتي وتنزل اسفل الفيديو، سوف تجد الفيديو، وقم بالضغط على زر الصابوني هكذا، الزر الاحمر اسفل الفيديو، غتلقى البوطو تحت الحمراء تحت الفيديو حمراء، كليك عليها وفعل زر الجرس هكذا باش يوصلوك الفيديوهات الجداد. نمشيو مباشرة الى الشرح. اول حاجه خصك تانسكريو في هذا لي سيت، كي دير انسكري فيه خصك ضروري ما يكون عندك ايميل، ايميل سواء جيميل، ولا ما كانش عندك جيميل ماشي مشكل، تقدر تمشي لجوجل كروم وتفتح واحد الطاب هكذا في التليفون ديالك ولا في البيسي ديالك وتكتب توم ماي، نكتب توم ماي هكذا، ومن بعد ندخلو ويعطينا واحد الايميل، غادي ندير واحد الكوبي هكذا كوبي، ونجيو هنايا انسكريو، غادي يكون حطنا الايميل هنا، هنا غادي نختارو سمية، هنا نديرو كلمة سر، نديرو انسكريبسيون. مبعد درنا انسكريبسيون غادي يعطينا هاد لي طاب هادي. الا كنتي ما تفهمش اللغه الفرنسيه اخي، ما تستعملش فايرفوكس سواء من التليفون ديالك ولا من البيسي، ما تستعملوش، حاول تستعمل جوجل كروم، انستاليها من جوجل بلاي ولا في البيسي ديالك، وغادي يخرج لك الترجمه، كليكي على الزر الايمن هكذا ولا في التراديكسيون في التليفون ديالك وخدمها،
وغادي يخرج لك انا باللغه العربيه. انا ندير سميتك، انا غادي انسك ليا في السيت كما راكم تشوفوا سميتي حسين زموري، انا اسمي حسين زموري. غادي ندير تاريخ الميلاد ديالي يعني من يكون صحيح، بعد دخلنا تاريخ الميلاد كما راكم تشوفوا نقدر نخليه يبان للناس. بالنسبه لي انا راجل، كان البلد ديالي المغرب، انا مدينتي نقدر ندير المدينه ديالي على سبيل المثال. انا غادي ندير هكذا، غادي ندير مثلا تختار يعني شي مدينه ديالك، ها هي مراكش مثلا على سبيل المثال. انا يقول لك اختار، ابحث عن امرأة، حب، صداقه الى اخر هكذا. نعم هنا تقدر قمة هنا دير يعني القمة ديالك، هنا دير الجسد ديالك رياضي، هنا الشعر اسود اسمر كذا، هنا دير الاطفال، لا اطفال نعم، الطفل المطلوب انا متردد، تقدر ديرهم هكذا هكذا. المهم انا غير نعمر هاد لي طاي هكذا غير باش نفهمكم وصافي خوتي. ملي تعمر دوك لي طاب خويا اختي غادي تجي هنايا، غادي دير واحد ديسكريبسيون يكون فيه واحد 100 حرف مثلا. انتم كتبوا هنا بيديكم، كتب يعني المعلومات على نفسك، انا فقط غير باش نفهمكم وصافي كما راكم تشوفوا اخوتي. من بعد ما تكتب هذاك الديسكريبسيون غادي تجي هنا وتكتبوا هذا الكود هذا لتحت 17065 كما راكم تشوفوا، ومن بعد تقولوا التسجيل يور ايوا باش ني حاجه ماشي هي هذيك خوتي، ما عرفتش اشنو هي سمحوا لي. شي حاجه ما هيش هي هذيك، نقدر نخليها نشوفو يمكن عندي شي بروبليم. 8 9 4 9 9 انيريجستري و انست فوالا. اوكي نشوفو، ما عرفتش علاش ما بغيتش نسكريا لحقاش وصلني الكود هنا في الايميل وما اكتيفيتوش يوصلك في البريد الالكتروني. غادي ديرلو اكتيفي، نقدر دوك نعاودو نديرو لي طاب ديالنا. غادي نعمرهم اخوتي عشوائيين يعني باش مربطاوش شويه في الانسكريبسيون. نحاول نزرب شويه لحقاش بقيت عليكم شويه في الفيديو تسمحوا لي. ومن بعد كليكيو انرجستري مون بروفيل، هانتوما تشوفو كيطلب مني فوتو، كيطلب مني تصويره، خصني نابلود فوتو. مانيش عارف واش عندي شي فوتو، انا عندي تصويرتي، غادي نجي ناخد تصويرتي، هذه هي تصويرتي، غادي نحاول نحط الفوتو ديالي
تنغي تيريجيستر ليا لحقاش انا داير لا سيكوريتي للبروفايل ديالي باش ما يقدروش يخرجوا لي دي فوتو، ولكن ماشي مشكل. فوتو انت غادي دير فوتو ديالك كيما داير اخويا اختي، تختار شي تصويرة ديالك وديرها تما يعني باش يفوتو لك هذيك لاباج. ناخد تصويرتي نحطها. اوكي اجوتي ديسكتوب. ولا تقدر دير باسير سي تي ايتاب، يعني تفوت تخطي هذه الخطوة، ممكن انك تديرها ما كان حتى مشكل، وتقدر انك تتخطى هذه الخطوة. المهم خوت خواتات، انايا بزاف تاع الناس راهم يعني برستوني على هاد لي فيديو، وكاين يقول لك علاش كدير هاد لي فيديو ما ديرهم شو من نار كدير. يا اخي ولا اختي، انايا راني نتبع انا الابوني ديالي، الحاجه اللي طلبوها مني انايا راه غادي نحطها لهم. راه مستحيل باش تطلبوا مني واحد الحاجه وانا قادر وما نحطهمش. على حسب الخبره ديالي في هذا المجال وعلى حسب يعني المعلومات ديالي، فانا مستعد يعني ننشر لخوتي ونحط لهم الحاجه اللي بغاو هما على بالي حتى بواحد، وانا طلبوا مني هاد لي سيت انا نحطهم لهم. وخصكم تعرفوا واحد الحاجه اخرى بلي هاد لي سيت اللي راني نشرح لكم دابا راه قليل اللي كيعرفهم، يعني ماشي معروفين بزاف، يعني ليسوا معروفين. هذه سيت يعني يعني من اقوى المواقع في مجال التعارف، سواء لغرض الزواج ولا يعني لغرض التعارف ولا مانيش عارف انايا. كما راكم تشوفوا اخوتي، اما بالنسبه يعني لطرق البحث فالسيرش يعني باش تقدر تشيرشي راه سهله بزاف. كل ما عليك هو تجي لهاد خانه البحث او ريشيرش او سيرش، تكليك عليها هكذا وغادي ينقلك لهاد لاباج هذه اللي راني فيها انايا. كما راكم تشوفوا هنا يعني تقدر تشيرشي، هنا تختار يعني تفلتري الجنس ديالك انت شنو، ولا من راك تشيرشي واللاج والدوله والمدينه. كما راكم تشوفوا هو يعني غادي يحط لك المغرب على حسب التسجيل ديالك انت. ممكن انك هنايا دير يعني المدن ديالك والى اخره ودير بحث. كما راكم تشوفوا انا دابا راه يجيب لي ناس من فرنسا، من دولة فرنسا، يعني فتيات من دولة فرنسا، وكذلك كاين البنات اللي بغاو يعني يتعرفوا على شباب من فرنسا. فقط تجي هنا اختي ولا خويا ودير المدينة ديالك هنايا وسول المعلومات والكيلومتراج اللي بعيدة يعني من ديك المدينه اللي كنت تشارشي شي واحد، وتكليكي يعني تدخل البروفيل نتاع الانسان اللي راك باغي. ولكن قبل ما تدخل البروفيل يعني حتى تشوف يعني واش هذا الانسان اكتيفي ولا اكتيفي، واش تقدر تراسل معاه. اذا نكليكيو هنا فيو بروفيل، كما راكم تشوفوا هذا هو البروفيل ديال يعني الفتاه اللي راني نهضر معاها. كما نكليك على نجمه باش نديرها فافوري، ومن بعدين نهبطو شوية 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 هكذا، ونلقاو هنا انفوي اون ميساج، يعني حتى تقدر تواصل مع الفتاة. ولكن حتى تقبلك كما قلت لكم، المهم خوتي يا ربي نكون فدتكم يعني بهذا يعني بهذا الفيديو، ويكون هذا الشرح يعني يعجبكم، ويا ربي ان شاء الله يعجبكم يا ربي، وان شاء الله يعني ندير لكم فيديوهات اخرين يعني فيديوهات اخرين زوينين، وان شاء الله يعني القادم افضل كما راكم تشوفوا في الموقع مجاني 100%، يعني ما تدفع حتى دورو وما تخلص حتى درهم، والموقع خاص. ومشي غير هذا، انا جايب لكم بزاف تاع لي سيت يعني الخاصين يعني بالتعارف والزواج كما راكم تشوفوا، وكل هاد المواقع اللي حطهم لكم انايا مجانيين. ولكن حاول انك دير جوج دو تروا فوتو وصبر واحد 12 ساعه حتى يتنشط الحساب ديالك، يعني تقدر تخدم به يعني يقدر يعني تقدر تخدم به اونلاين، والحساب ديالك يبقى يبان للناس كما راه يبانو هما عندنا، وبقاو يجوك حتى انت يا طلبات، يبقاو يجوك يعني ميساجات ورسائل والى اخره. المهم خوتي يا ربي ان شاء الله نكون فدتكم،
وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم. وكاع هاد لي سيت غادي تلقاوهم تحت لا فيديو, ولا غادي تلقاوهم في لا سيت ديالي اللي هو حسين فلوج بطبيعة الحال. وهذا هو الموقع كذلك. الناس اللي ما يسقوش يسولوني كيفاش نجيب ايميل, غادي نحط لكم حتى هذا الرابط نتاع الايميل غادي نحطو لكم تحت لا فيديو ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا هنايا هو اللي رساله اخرى قال لك كونفيرميه, نتايا كونفيرميه خويا ولا اختي وخدم بلي سيت, وان شاء الله يا ربي يكون جابكم هذا الفيديو. هذا اذا شنو قلنا, قلنا هذا الموقع الاول يجيب به الارقام تاع الواتساب, وكاين رقم الموقع الثاني ايضا يجيب به الارقام تاع الواتساب, وكاين موقع الايميلات, وكاين هذا الموقع نتاع الدردشه والتعارف يعني من اجل الزواج او الصداقه. وان شاء الله كاين بزاف تاع فيديو جداد. الى تحتاجتوني ولا شي حاجه ممكن انك تكتب في فيسبوك حسين فلوج وغادي يخرج لك يعني البروفيل ديالي, وممكن انك تراسل معايا وتطلب اي حاجه اخويا ولا اختي. وايضا كما قلت لكم ما تنساوش ديروا ابوني ولا اشتراك سابوني في لاشين ديالي. هذه لاشين جديده يلا فيها خصات على فيديو ولا سته, وكل كاع هاد الفيديوهات يعني كما راكم تشوفوا محتوى يعني زوين بزاف. وحاولوني بسبسكرايب اخوتي ولايك وكومنتير, وفي امان الله ونشوفوا فيديو جديد.